الاستعداد مشاهدين الكرام، فتحت البوابات على بركة الله لتنافس جياد وأفراس الثلاث سنوات على كأس وزارة النقل، مسافة 2000 متر، قيمة الجائزة 100,000 ريال، تنافس يجمع 15 رأسا تمثل 13 شعارا. الانطلاق يبدأها النجم القادم في صدارة هذا الشوط. تمر الخيل من أمام المنصة الرئيسة هنا في ميدان الملك خالد الفروسية بالحوية بمحافظة الطائف. التنافس ما بين نجوم الأسابيع الماضية ومشاركة جهات تشارك للمرة الأولى هذا الموسم. بالتوفيق للجميع. النجم القادم يقود الجهاد في محاكم الخيل في ظهوره الأول هذا الموسم. في المركز الثاني عندك يأتي، في المركز الثالث نجم الأسبوع الثاني، في المركز الثالث الآن محاولات التقدم من قبل المحامي في ظهوره الأول هذا الموسم. يأتي للمركز الثالث في من النجم القادم ابن لهم في صدارة هذا الشوط. محاولات أيضا لينظر النجم للتقدم للمرتبة الخامسة، ومحاولات من متين للتقدم، كذلك محاولات من قبل قزاز للوصول للمركز الرابع. كأس وزارة النقل مشاهدين الكرام، لا زال النجم القادم يقود الجياد حتى الآن. محاولات عندك للتقدم، وكذلك محاولات من قبل حاكم الخيل والمحامي. يبدأ من الخارج مع حاكم الخيل النجم القادم تجتاز الجهاد علامة 800. كأس وزارة النقل مشاهدين الكرام، متين يتقدم الآن مع النجم القادم، وحاكم الخيل يتقدم للصدارة والمركز الأول. حاكم الخيل في أول ظهور لابن أضم هذا الموسم في الصدارة والمركز الأول. حاكم الخيل، حاكم الخيل لكأس وزارة النقل. ألف ألف مبروك. إذا